يا اهلا وسهلا بالمشاهدين. ان كنتم تتساءلون عن قائمة اجدد الافلام التركية، اليكم القائمة باجدد الافلام التركية بقصصها وابطالها. والبداية مع أفلام الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري، وقبل أيام معدودة فقط انطلق عرض فيلم دموع العصفورة في صالات السينما التركية. وقصة هذا الفيلم الدرامي التراجيدي حول أمينة التي دوما ما كانت تعاني من العنف من قبل زوجها، ولكن وفي لحظة شجار كبير أصيب زوجها، واتهمت أمينة بمحاولة التخلص من زوجها كرد انتقام منها على ما فعله معها من العنف، ولكن ستأتي المحامية أيتان وتحمي أمينة. الفيلم من بطولة أورغو غونيش وإزجي شانلار. وفي اليوم 27 من شهر أكتوبر الجاري سيبدأ عرض فيلم العشاء الأخير، وهو فيلم من النوع التاريخي يتحدث عن ذكرى تأسيس الجمهورية التركية، واسم الفيلم يشير عن العشاء الذي أقيم قبل ليلة واحدة من تأسيس الجمهورية التركية. وبطل الفيلم هو الممثل أنور تونا وبمشاركة بيلن أكيل ونجيب ميميلي وإسلي تندوان. واستمرارا مع الأفلام التي سوف تعرض في اليوم 27 هو فيلم المغامرة اللعبة انتهت، بطولة جان نرجس وإلكار أكسوم. وقصة الفيلم مبنية على لعبة تحدي أو رياضة إطلاق النار الجماعية إيرسوفت، ذلك بمواجهة فريق تركي ضد فريق روسي. وعند انطلاق اللعبة يتفاجأ الفريق التركي بأن الفريق الروسي يملك أسلحة حقيقية وليست مزيفة ضمن نطاق اللعبة. هنا الخطر يزداد والتحدي يصبح حقيقة. ومع الثالث فيلم سيعرض في اليوم 27 من شهر أكتوبر الجاري هو الكثير من الحب، بطولة الكوميدية المبدعة بشرى بكين وحسن جان كايا. ونوع الفيلم هو كوميدي رومانسي حول شخص شغوف بالسينما ويسعى وراء حبه. ومع أفلام شهر نوفمبر المقبل، حيث سوف تكون افتتاحية الشهر مع فيلم أتاتورك بطولة أراس بلوت إناملي وإسراء بلقيش وسنغول أودان. وفي اليوم 16 من شهر نوفمبر المقبل سيعرض الفيلم الرقمي بهتر، والمقتبس عن أشهر الروايات التركية وهي رواية العشق الممنوع، وتم إصدار مسلسل من هذه الرواية وهو المسلسل الشهير العشق الممنوع، ولكن هذه المرة سوف نشاهد الأحداث على هيئة فيلم. وأبطال الفيلم هم فرح زينب عبد الله بدور بهتر أو سمر، وبوران كوزم بدور بهلول أو مهند، وهيلن كاندمير بدور نهال. والفيلم هو رقمي وسيعرض في اليوم 16 من شهر نوفمبر على منصة أمازون برايم فيديو. وفي اليوم 17 من شهر نوفمبر سيعرض الفيلم الأكشن الخيالي عليا، وهو يتحدث عن قوات خاصة استطاعت السيطرة على قواها العقلية لعليا، ولكن على عليا استجماع ذاكرتها لمعرفة الحقيقة. يذكر أن الفيلم تم تصويره في ولاية نيويورك، والفيلم من بطولة المغني أديس. و
وفي اليوم 24 من شهر نوفمبر سيعرض فيلم النداء الأخير إلى إسطنبول، وهو فيلم من النوع الرومانسي من بطولة أبطال مسلسل العشق الممنوع وهما كيفان شتتلتو وبيران سات. والفيلم سيتوفر على الإنترنت للمشاهدة في اليوم 24 من شهر نوفمبر المقبل. ومع أفلام شهر ديسمبر سوف تكون افتتاحية الشهر في اليوم الأول من شهر ديسمبر مع فيلم العشق، وهو من بطولة جيمري بايسال وأليهان شان. وقصة الفيلم حول ياز، وهي عارضة أزياء مشهورة، وهي شخصية مادية جدا. وفي يوم من الأيام يقدم لياز بطولة فيلم رومانسي، وسوف تدخل في جدال مع مخرج الفيلم، ولكن ذلك الجدال سوف يتحول لقصة حب. كما وسيعرض في اليوم الأول من شهر ديسمبر الفيلم التراجيدي حياة بطولة ميراي دينر وبوراك داكاك ودو ديمير كول. وقصة الفيلم حول فتاة شابة ترفض طبيعة الحياة التعيش بها، ولذلك تقرر الفرار من خطيبها، وهو بالأساس شخص لا تحبه. وأيضاً وفي اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل سيعرض الفيلم الموسيقي الوثائقي مراد، وأبطال الفيلم هم بوراك سيفنش وتوانا تركاي. وفي اليوم 15 من شهر ديسمبر سوف يعرض فيلم نفس بطولة مراد يلدرم، ونوع الفيلم هو عسكري عن أحداث حقيقية دارت في جنوب شرق الأناضول مع ثلاثة شخصيات. وفي اليوم 22 من شهر ديسمبر سيعرض الفيلم الكوميدي أهلا بكم في جنازتنا، وهو من إنتاج شركة القمر، وأبطال الفيلم هم إسماعيل إجشماز وغونجا. وقصة الفيلم بسيطة جدا، تتحدث عن التخبط والعجلة التي تحدث قبل يوم الزفاف. كما وفي اليوم 22 سيعرض فيلم مخصص للنساء، وهو من بطولة ميليسا أسليبامك وزيداء دوفانجي وأسليتان دوان. وقصة الفيلم عن اجتماع عدة نساء في مخيم بهدف الانطلاقة في حياة جديدة. وما زلنا مستمرين مع أفلام اليوم 22، حيث سيعرض الجزء الثالث من فيلم بسلام وأمان، أو كما يعرف بالنسخة المدبلجة صاغ سليم، وبطل الجزء الثالث هو الممثل تويغان إيفان أولو. وأخيرا إذا حبيت الفيديو رجاءً لا تنسوا الدعم بلايك والاشتراك في القناة.